تعقد اليوم ولكن في وقت لاحق لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المصري طارق عامر بتعقد اجتماعا لبحث أسعار الفائدة وسط توقعات للخبراء بخفض تدريجي لأسعار الفائدة على مدار الأشهر القليلة القادمة. تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم اجتماعها الدوري لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وتباينت آراء المحللين حول قيام البنك المركزي بتثبيت معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية أو خفضها نظرا لاستقرار معدلات التضخم نسبيا في الفترة الماضية، وتشير التوقعات إلى قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض نتيجة تراجع معدلات التضخم الشهرية والسنوية فضلا عن استقرار الأسعار في الأسواق المحلية. لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي قررت في 17 من الشهر الماضي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوى 18.75% و19.75% على التوالي. وفي يوليو الماضي اتخذت لجنة السياسة النقدية قرارها برفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس لفترة مؤقتة، مستهدفة بذلك تحجيم التضخم والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصري. وتوقع المحللون اتجاه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة مطلع العام المقبل، وذلك مع تراجع مستويات التضخم بعد مرور عام كامل على قرار التعويم. وكالة مودز للتصنيف الائتماني توقعت تسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 5% خلال العام المالي الجاري بدعم من الإصلاحات الاقتصادية، مرتفعا من 4.2% في العام المالي 2016-2017. صندوق النقد الدولي في تقرير الأخير أشاد بالإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤكدا قدرتها على استعادة الاستقرار الكلي في الاقتصاد المصري. للتعرف أكثر على ما الذي سيدور في هذا الاجتماع اليوم مساء معنا الأستاذ بالصوت والصورة طبعا أيمن خطاب الأمين العام للجمعية المصرية لمخاطر الائتمان. اقرأ، أهلا بك دائما أستاذ أيمن على شاشة أونلايف. طبعا السؤال المتوقع هو ماذا تتوقع في انعقاد اللجنة، لجنة السياسات النقدية المزمع عقدها اليوم، مع معرفة طبعا أنه هذه أول اجتماع بعد إعلان انخفاض مستوى التضخم بشكل أساسي يعني أو شهري؟ هو حضرتك لا يجوز التوقع مع البنك المركزي، لأن البنك المركزي لو الناس توقعت كلها هو هيعمل إيه يبقى ده فقط جزء يعني من قدرته على اتخاذ القرار. البنك المركزي بيبقى عنده من البيانات والأرقام الدقيقة حول جميع نواحي الاقتصاد القومي ما ليس هو متوافر عند جميع من يتوقعه. فعشان كده بس ما نقدرش نقول التوقع، لكن هو البنك المركزي كان على قدر من الشفافية، حتى آخر مرة على فيها أسعار الفائدة قال دي لفترة مؤقتة. فترة مؤقتة يعني ما تعتبر لا تزيد عن 6 شهور بأي حال من الأحوال. فالمتوقع أن هيحصل انخفاض تدريجي في أسعار الفائدة، هل يبدأ اليوم هل يبدأ في الاجتماع القادم، دي حاجة بقى حسب ما يراها خبراء البنك المركزي وهم قادرون على اتخاذ القرار المناسب. يعني البعض بيتوقع انه سيكون في تثبيت لاسعار الفائده وانه الانخفاض سيكون في نهايه ديسمبر مثلا، يعني بدايه ديسمبر او بدايه العام المقبل. ما الحكمه يعني انه سيكون الانخفاض؟ معظم المحللين تفضل. عشان ما يعني عشان يكتمل الـ 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 الانجاز او النتيجه اللي اتحققت من رفع سعر الفايده، هو رفع سعر الفايده ده له اضرار وله يعني مزايا، فاحنا خدنا جزء من المزايا، لازم بس تكتمل المزايا ولازم يستقر سعر الصرف، يكون في بعض الانباء الجيده حول زياده الموارد من النقد الاجنبي حتى لا نعود الى الدولار. فطبعا متوقع خلال الفتره اللي جايه الشهرين او الثلاثه اللي جايين حقل ظهر يبدا في الانتاج، احتمال نمو السياحه او عوده السياحه الاجنبيه، فاعتقد ان القرار لازم يكون متزامن مع احد هذه الاخبار الجيده. نعم، مزايا او اصلا الاسباب التي ادت الى ارتفاع اسعار الفائده، حضرتك ذكرت بانه يعني ستكون حققت بعض من اهدافها، يعني هل بالفعل هذا ما حدث؟ هل بالفعل حققت بعض من نتائجها او ما كانت تستهدفه اصلا؟ هو الهدف الاساسي من زياده الاسعار حضرتك هو الحد من التضخم،
فده ابتدى يعني ابتدى المنحنى بتاع التضخم ينزل من يعني كان وصل لأرقام عالية جدا قبل كده وابتدى بالفعل يتخذ يعني هبوطا بنقطة أو اتنين فده مؤشر جيد ولكن يعني نعتقد ان هو يعني لسه شوية. نعم طيب كيف بتقرأ أستاذ أيمن تقرير صندوق النقد الدولي الصادر ربما منذ يومين عن مصر وما حققته وبأنها تسير في الطريق الصحيح وما هي الإجراءات المتخذة على أرض الواقع فعلا قاس عليه صندوق النقد الدولي هذا التقرير؟ هو شهادة إيجابية بالطبع ما نقدرش ننكر أهميتها وهي تشير إلى أننا على الطريق الصحيح نحو الشفاء الشفاء الكامل لم يتحقق الاقتصاد المصري ولكن على الأقل ابتدينا نمشي في الطريق المظبوط ونحن على الطريق الصحيح. في عوامل إيجابية كتير نقدر نقراها من التقرير أن هو أشاد بالجهود المبذولة لتخفيض عجز الموازنة أشار إلى الحوافز التي تمنح لتشجيع المستثمرين وطبعا دي كلها هتكون اسباب رئيسيه لزياده الاستثمار الاجنبي المباشر او لزياده الناتج القومي او يعني كل دي يعني عوامل سوف تؤدي في النهايه الى زياده الناتج القومي ولكن يظل عجز الموازنه والتضخم هما اكثر يعني نقطتين سلبيتين ودول يعني مصر بتعاني منهم من فتره ولكن ابتدوا على الاقل عجز الموازنه ابتدى ارقامه تقل من 14% قبل كده ابتدى يعني يبقى في الرينج بتاع 11 ان شاء الله 10 يعني باذن الله الدنيا ماشيه في الاتجاه الصحيح ولكن الشفاء التام طبعا لم يتحقق بالفعل احنا في نص الطريق يعني. وهذا يدفعني الى سؤالك ايضا استاذ ايمن انه يعني بيتوقع انه بنهايه ربما العام القادم ستصل اسعار التضخم او مستوى التضخم الى 13% تقريبا من الان هو 33.5%. هل بتعتقد ذلك ممكن بالفعل؟ بالظبط ده هو البنك المركزي اعلن كده بالفعل. نعم. في اخر في البيان الصادر من لجنه السياسه النقديه فيعني هو البنك المركزي يعني تعهد بذلك فالموضوع اصبح خارج التوقعات. انا اقصد انه يعني هل نحن في حاجه الى اجراءات جديده قرارات اخرى يعني ام اننا لو سرنا بنفس هذا المنوال سنصل الى هذا الرقم 13%؟ لو مشينا ان شاء الله بنفس الخطه اللي اعلنها البنك المركزي وان هو قبل نهايه العام سيتم رفع كل القيود على الايداعات بالنقد الاجنبي وكده يبقى احنا حققنا حريه انتقال راس المال بالكامل ده هيكون له اثر ايجابي على زياده موارد الدوله من النقد الاجنبي وتشجيع الاستثمار كذلك مع يعني بدايه انخفاض معدلات الفايده ده هيكون برضه له اثر ايجابي على زياده معدلات التوسع بالنسبة للشركات الصناعية والتوسع والتنمية وبالتالي هيكون له نتيجة ملموسة بس طبعا مش في ساعتها يعني النتائج بتأتي بعد فترة من 6 شهور إلى سنة لزيادة الناتج القومي والله لما الناتج القومي بيزيد وزيادة الاستثمارات الأجنبية ده قطعا يؤدي إلى انخفاض التضخم بشكل كبير وخاصة أن الموجة التضخمية الكبرى حصلت مع التعويم اللي هي 3 نوفمبر فان شاء الله على نوفمبر اللي جاي هتكون الاسعار يعني لن التضخم يعني هيكون ابتدى ينزل كتير عن مستوى 30%. نعم بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ ايمن خطاب الامين العام للجمعيه المصريه لمخاطر الائتمان اكرا شكرا لك.